لا تدعون إلى مبارزة فإن الداعي باغ والباغي مصروع. هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام. لا يكن بدء المعركة، إثارة فتنة، إشعال نزاع لا يكن من قبلك، لأن هذا دعوة إلى المبارزة، دعوة إلى الصراع، دعوة إلى الخلاف. هذه عقلية هل من مبارز، هذه عقلية أنا الأقوى فمن يتحداني، هذه عقلية إذا تقول لي كلمة أسمعك 10 كلمات، هذه عقلية تفضل تجرأ مد إيدك علي حتى تشوف شلون اقطعها. هذه العقلية عقلية مرفوضة عند أمير المؤمنين عليه السلام. تأتي إلى المنزل أيها الزوج فتجد الزوجة متشنجة قليلا، لا تدعو إلى المبارزة، لا تتحدى حتى يشتعل الفتيل، لا تعتقد أنك الأقوى والأقدر وبالتالي أنت تستطيع أن ترغمها وأن تلوي ذراعها وبالتالي أنت مستعد للمعركة في أي وقت من الأوقات. لا تدعون إلى مبارزة. في العائلة الأكبر تختلف أنت وابن عمك، أنت وقريبك على قضية من القضايا، على التقليد، على مسجد، على أمر دنيوي، على أمر ديني، على أمر كان الآباء في خلاف حوله وأنت تريد أن تتوارث. لا تدعون إلى مبارزة. لماذا؟ لأن الداعي للمبارزة يعلن البغي، لا يعلن الصلح، لا يقول السلام عليكم في واقعه. هذه التحية التي يبادر بها كل إنسان الإنسان الآخر والمسلم الآخر ليست لفظا، هي إعلان للوفاق والانسجام والسلام والهدوء. عندما تقول السلام عليكم يعني أنا أعلن السلام، أنا أرفض الحرب، أنا أرفض المبارزة، أنا أرفض الخلاف، أنا أرفض التحدي، أنا لا أنجر إلى الاستفزاز، إني أرفع راية السلام على كل من يواجهه ويواجهني وألقاه ويلقاني. فإذا كان هذا شعارك ينبغي أن يكون عملك تابعا لهذا الشعار. أما أن تقول السلام عليكم وتعلن الحرب، تقول السلام عليكم وتبدأ بالعنف، تقول السلام عليكم وأنت تبارز الطرف الآخر، لا معنى لهذا الشعار الذي جعل تحية المسلمين وجعل اسما من أسماء الله عز وجل وجعلت الجنة دارا له، أي دار السلام. إذن أول مبدأ يكرسه الإمام بقوله كمبدأ عام، لا تدعون إلى مبارزة. أنت في خط من الخطوط السياسية أو الاجتماعية أو الدينية، لا يكن همك أن تبدأ العراك والمبارزة والصراع مع غيرك، وإنما أعلن الحب، أعلن السلام، أعلن الانسجام، بل إذا دعيت للحرب قدر الإمكان تجنبها.